مرة سألت نفسك كيف ينبني الجسر؟ جسر يوصل بين منطقة لمنطقة، عمرك سألت نفسك كيف ينبني؟ لعبة اليوم اسمها بولي بريد. اللعبة هذه بسيطة جدا، تبني لك جسر عشان توصل بين نقطة ألف مع النقطة باء. خلونا نشوف ايش سالفة بولي بريد ونشوف كم جسر نقدر نبني في هاللعبة. Sometimes your material budget are limited so you must build a ramp to jump. يا عيني تبني لك نقزة عشان ينقزون الناس، حتى الرامب لازم نسوي له. بعدين عندنا هذه مع هذه، خلينا نشوف. طاحت يا ابو فتحي، طاحت. اوكي ودع، سفح في البحر، سفح في النهر بالشباب. اوكي هنا، اوكي كذا مفروض ينقز عادي طبيعي. عطى خير، كفو يا بطل. الحين عندنا سمبل بريدج، البادجت حقنا 7000. هذا تو كان لعب عيال، هذا الحين اللعب الصدق. فعندنا هنا نبني لهم جسر. اوكي بعدين عندنا الخشب، انا ودي الغي هذا. ديليت، هنشوف يمشي ولا ما تتوقعون يمشي. لا اوكي طبعا ما يمشي. وقف 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 وقف، خلاص اصبر، اتوقع انه بيطيح بعد. اوكي حبيبي لحظه استنى يا بابا. اوكي يبغالها تتغير وتصير كذا. اوكي بعدين هذه تنحط مع هذه، بعدين كذا، هذه ما تتوصل هنا. اوكي اوكي بعدين عندنا الجسر، المفروض ما يطيح، يا رب ما يطيح. اوكي طاح، اوكي طاح. في عندنا مشكله هنا في المنطقه دي. اوكي كذا ممكن، يمكن كذا تضبط. لحظه بنعبي امه خشب عشان اضمن انه ما يطيح كذا. عاد ابن امك تطيح يا ابن الكلب. ايه يا ابوي ما يطيح كذا، ما اتوقع انك تحتاج اللي تحت اصلا، بس ما طاح كويس. اوكي اللي بعده سمبل بريدج، عندنا سيارتين. اوكي ابغى اخلي هذول اطول شيء اقدر اخليه. اوكي بعدين عندنا الخشب، نعطيها حركه الحركه اللي تعلمناها منهم هذه. اوكي اوكي كذا ممتاز. بعدين عندنا هذول، الله اكبر. بعدين عندنا اللي تحت هنا، انا ما ادري اذا نقدر نسوي لنا. لا شيل هذه. ايوه حط هذه هنا، خلينا نشوف يمسك ولا لا. ان شاء الله يمسك. اوه سيارتين مع بعض، الله اكبر الله اكبر يا عيني عليك. اوكي سوينا جسر كويس، كان 8400 مشكله صرفنا عليه. سمبل بريدج مره ثانيه، وود بعد. اوكي كذا ممتاز. لا هذا ما ابغى وود، هذا نبغاه، هذا قصدي نبغاه ود حنا. اوكي كذا الحين حنا 8000 وشوي. الموسيقى كلام كبير، اصبر هذه الغيهم كذا يمكن، مفروض. اوكي اول سيارة مشيت، السيارة الثانية خلاص ايزي. انا من رايي انهم تعطوني عقود الجسور الجاية في السعودية عشان اضبط لكم اياها. سلانتد بريدج، اوكي هذا باص ذا. اوكي لازم اسويه يصير مرتفع شوي. لا اصبر انا ابغاه يكون كذا، بعدين ترفع شوي، ترفع شوي، بعدين ترفع. شيل هذه ضبطها يا ابو فتحي. اوكي كويس كذا، ممكن كذا يضبط. هذه لازم ابداها من تحت يا شيخ، قهرتني مره والله. ترفع الضغط، نشوف يا رب. ايزي ايزي يا حبيبي، ولا واقل من البادجت حقنا بعد اللي حاطينه، يا عيني عليك. المهم يا موزز انا اشوف انه وقت مناسب اوقف هنا، ان شاء الله انه اللعبه عجبتكم وكانت بسيطه وخفيفه عليكم. بحاول انه ارفع مقاطع اكثر في رمضان، مثل ما قلت رمضان فرصه ما تتفوت لاي يوتيوبر. توقع مقاطع اكثر حلوه، مقاطع توقع مقاطع اكثر ان شاء الله في المستقبل. والله يعطيكم العافيه على الدعم اللي دائما تقدمون لي اياه. ابى اشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.